سلام الله عليكم مشاهدينا ورحمته وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من نافذة على مصر. بدأت مساء الاثنين مباحثات مصرية كويتية بين عبد الفتاح السيسي والوفد المرافق له وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد جابر صباح في العاصمة الكويتية. يأتي هذا بينما حقق هاشتاغ السيسي لا هلا ولا مرحبا أعلى معدل تداول في الكويت ليصل في ساعات قليلة إلى نحو 30,000 تغريدة. من جانب آخر، تصاعدت تداعيات الأزمة المصرية المغربية مؤخرا والتي تعددت أسبابها، وكان آخرها أنباء عن عودة السفير المغربي في القاهرة إلى بلاده، وسبقه وصف الإعلام الرسمي المغربي لعبد الفتاح السيسي بقائد الانقلاب في وقت أكد فيه على شرعية الرئيس محمد مرسي. ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن مصدر بالخارجية المغربية أن وزير الخارجية الانقلابي سامح شكري سيزور الرباط قريبا لتجاوز الأزمة بين البلدين. واعتبر السفير المغربي في القاهرة أن مصر والمغرب في حاجة إلى بعضهما، مشيرا إلى أن الأمور تسير نحو التهدئة وأن الكل مطالب ببذل الجهد من أجل الوصول للهدف. اللافت في هذا في كل ذلك أن خطاب وسائل الإعلام المصرية الانقلابية اتسم على غير العادة بالنزوع نحو التهدئة والبحث عن المصالح وعدم السماح بما سميت محاولات الوقيعة. مشاهدينا، هذه التطورات وتطورات أخرى سأبحثها مع ضيفي هنا في الاستوديو المهندس أحمد سعد الناشط السياسي المصري. أرحب بك مهندس أحمد سعد. أهلا وسهلا. لو بدأت معك من زيارة السيسي إلى الكويت، ما الهدف منها؟ لماذا؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لأهلنا في الكويت، تحية لأحرار الكويت الرافضين لزيارة عبد الفتاح السيسي، تحية لكل شريف ولكل مواطن كويتي رفض أن يدنس أرض الكويت الطاهرة بقدم عبد الفتاح السيسي قاتل المسلمين، قاتل السجاد والراكعين في مذبحتي رابعة العدوية والنهضة. تحية لكل مواطن كويتي رفض أن يشارك في هذه المهزلة التي تجرى في على أرض الكويت باستقبال أمير الكويت لعبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري. عندما نتحدث عن هذه الزيارة التي يقوم بها عبد الفتاح السيسي لأرض الكويت، هي في متناول زياراته الخارجية لكسب الدعم الدولي، لتثبيت أركانه، لإعطاء شرعية لهذا الحكم الانقلابي، لإعطاء شرعية لمن لا يملك الشرعية. وجدنا البرلمان، بعض البرلمانيين الكويتيين يرفضون هذه الزيارة، وجدنا البرلمان المصري الشرعي والدكتور ثروت نافع يرسل رسالة إلى البرلمان الكويتي يطالب فيها بعدم السماح وعقد اتفاقيات ورفض هذه الاتفاقيات وهذه الزيارة لعبد الفتاح السيسي، وأن ما يقوم به عبد الفتاح السيسي بزيارة الكويت وأي اتفاقيات سوف تجرى بين مصر والكويت في خلالها، أي زيارة من بعد هذا الانقلاب العسكري إلى الانتهاء من هذا الانقلاب العسكري، ستكون في حكم الالتغاء. وجدنا عبد الفتاح السيسي قام بزيارة إلى الصين محاولة أن يجد في الصين ما يجد، وجدنا يقوم بزيارة إلى هنا وهناك. ولكن إذا نظرنا إلى الكويت بالذات، الكويت هي من الدول الداعمة لعبد الفتاح السيسي في انقلاب العسكري. الكويت هي من أوائل الدول التي باركت هذا الانقلاب وشاركت فيه. الكويت أقرض يعني أعطت لمصر حوالي 2 مليار دولار دعم للدولة الانقلابية أو النظام الانقلابي في مصر، ولم يستفد النظام المصري من هذه الدعم الاقتصادي الهائل من دول الخليج متمثلة في الإمارات العربية المتحدة والسعودية والكويت، تقريبا أزيد من تقريبا 30 مليار دولار لم يستفد الشعب المصري منهم أي شيء غير الدم، لم يستفد الشعب المصري منهم غير طلقات الرصاص وعربات الهامر وعربات المدرعات التي بعثتها الدول الخليج للشرطة المصرية والجيش المصري ليقتل أبنائه ويقتل أولاد الشعب المصري. لم يستفد الشعب المصري من هذه الأموال غير بناء سجن جديد في الجيزة افتتحه محمد إبراهيم قائد الشرطة المصرية منذ أسبوع مضى في محافظة الجيزة. لم يستفد هذا الانقلاب ولا يعني الشعب المصري لم يستفد من هذه الأموال التي أرسلها قادة الخليج لدعم وتثبيت أركان عبد الفتاح السيسي على عرش مصر، ولكن هيهات
هيهات هيهات لهم. الشعب المصري رافض لهذه الزيارات، الشعب المصري رافض لهذه التوصية الخليجية والكفيل السعودي والكفيل الإماراتي والكفيل الكويتي. نحن نرفض هذه الكفالات، نحن شعب حر، نحن مواطنين أحرار، نرفض زيارة عبد الفتاح السيسي للكويت، نطالب أهلنا وشعبنا في الكويت. وتحية ل 30 ألف تغريدة مغرد ومغرد في الكويت رفضوا هذه الزيارة. ونحن نطالب من جميع الشعوب الحرة والشعوب المتحضرة الوقوف إلى جانب الحق والوقوف مع الشرعية. نعم. يعني هل يفسد العطار ما أو يصلح العطار ما أفسد الدهر إذا كان الاقتصاد المصري منهار حسب كل التقارير ولا يرجى منه أمل؟ ما الذي يمكن أن تقدمه الكويت لهذا الاقتصاد؟ وجدنا أحمد الجار الله رئيس أحد الصحف الكويتية ورئيس أو يكون في برنامج مع أحد المذيعين المصريين بيقول له إحنا ممكن في شهر مارس اللي جاي المؤتمر الاقتصادي الذي سوف يعقد في القاهرة لدعم وتثبيت أركان الانقلاب العسكري من يوم 13 إلى 15 مارس شهر مارس، أحمد الجار الله بيقول له بشكل غريب جدا إحنا ممكن نديكم 100 مليار دولار بس انتوا عندكم حاجات جميله، عندكم سيناء جميله وارضها قويه وارضها واسعه بس ملكونا الاراضي. ليه ملكونا الاراضي يعني؟ ليه 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 الامارات حطت رجلها على قناه السويس واستولت على قناه السويس في هذا المشروع الجديد الذي يقوم به عبد الفتاح السيسي حاليا؟ لماذا تقوم السعوديه بفرض الهيمنه على الشعب على النظام المصري؟ اسئله يجب ان يعني يكون فيها يعني اجابه. لماذا تصر الكويت وتصر الامارات على الاستيلاء او على الحكم في مصر؟ للأسف الشديد عبد الفتاح السيسي ما هو إلا أداة في أيدي هؤلاء الحكام، في أداة لحتى يكون هناك منفذ للكويت، منفذ للإمارات، حتى جبل علي والمواني الإماراتية في دبي، قناة السويس قناة مهمة جدا. ولكن نجد أن هؤلاء الحكام الخليجيين ومساعد عبد الفتاح السيسي لهم مخطط، لهم هدف من وراء هذه الأشياء، هو مساعدة الوضع الأمني للدولة الكيان الصهيوني في الاستقرار، سيناء لا تجد لا يعني الخناق على غزة، الوضع يعني في فرمته هو في صالح كان الصهيوني. نعم. يعني على ذكر الحصار المصري على غزة، الحقيقة بعد كل عمليات التجريف والقتل التي تجري في سيناء والمنطقة العازلة عن الحدود مع قطاع غزة التي يقوم بها الانقلاب، اليوم نحن نتحدث عن جرف أو تجريف لكل أشجار الزيتون في المنطقة. يعني شيء لا يقبله العقل. ما الذي يريد أن يصل إليه السيسي؟ السيسي كما يفعل أولاد عمه الصهاينة في أرض فلسطين المحتلة، الصهاينة عندما يقومون بغزو أو بالذهاب إلى بيت لحم ومفحم المناطق الخليل يقومون باقتلاع أشجار الزيتون. شجر الزيتون بالنسبة للبدوي أو العربي هو الأصل، أشجار الزيتون في منها بيقعد بمئات السنين. يعني الواحد يتكلم عن أشجار الزيتون بعزة وفخر. يعني الفلسطين أنا أذكر أو أتذكر، كلنا نذكر هذا المشهد الذي يقوم به جرافة الصهيونية باقتلاع شجر الزيتون والفلسطيني يحضنها كأنه ولده أو بنته أو أهله. للأسف الشديد يعني عبد الفتاح السيسي جاء بالخراب على مصر. عندما قام عبد الفتاح السيسي ببناء المنطقة العازلة التي لم يستطع أي من رئيسه، يعني إذا كان عبد الناصر ولا السادات ولا مبارك إلى أسوأ، لم يكن يحلم الكيان الصهيوني بعازل ما بين غزة والأراضي المصرية، وقام بها عبد الفتاح السيسي بجرفها يعني البيوت وتدمير البيوت عن اخره. يعني تخيل حضرتك يعني حدود غزه مصر يقوم عبد الفتاح السيسي بتدميرها نهائيا. حتى لماذا يعني؟ هل هو يعني ارضاء يعني حتى غزه ان هي تكون بصدر الهاب لمصر ولا غزه؟ للاسف الشديد هو مخطط صهيوني. عبد الفتاح السيسي عندما يقوم باقتلاع اشجار الزيتون، لماذا اشجار الزيتون؟ هي رمز لسيناء. يعني احنا عندنا في مصر لما تقول لك ده زيتون سيناوي يعني حاجه مفتخره، يعني حاجه فاخره.
للاسف شديد هو ما يعرفهاش، هو اعتاد على القتل، اعتاد على 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 سفك الدماء، اعتاد على 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 كل ما هو مدمر. للاسف شديد هو دي سياسته. يعني الحقيقه شجره الزيتون شجره مباركه باركها الله، وهي تنتج ماده غذائيه مثل ما تفضلت، الزيت والزيتون. في الوقت الذي يعيش فيه الاقتصاد المصري حالة انهيار، ويشكو السيسي نفسه بأنه ما عنديش أديكم، ما فيش عنا حاجة، في ذات الوقت يقتلع شجر الزيتون الذي يطعم الناس والذي يدخل مدخولا قوميا للبلد. بالضبط، ده أسوأ من كده. عملوا قرار حاجة تانية يا أستاذ زياد، امبارح أو خلال الفترة الماضية أصدروا قرار بمنع أو بوقف الدعم عن شجر او زراعه القطن. القطن المصري في منذ مئات السنين وهو قطر عالمي. نعم. يعني القطن المصري طويل التيله ده يعني حاجه يعني مفتخره جدا، حتى انت لما تروح محلات هنا يقول لك ده ميد ان ايجيبت، ده صناعه قطن مصري 100%. نعم. فتح السيسي وقائد الانقلاب ووزراء وحكومته عملوا ايه؟ وقفوا الدعم عن 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 زراعه القطن. ماذا يفعل الفلاح الفقير؟ الفلاح المصري كان ينتظر موسم القطن منذ سنوات عشان يجوز ابنه ويودي يعمل ويبني البيت ويعمل كل ده من موسم القطن. عمل فتح السيسي منع الدعم. الحكومة الأمريكية اللي هي تعتبر القطن المصري منافس قوي للقطن الأمريكي، الحكومة الأمريكية تعطي دعم قوي للقطن الأمريكي. فلماذا فتح السيسي يقوم بهذه الأشياء التي تجلب الخراب على مصر؟ بيخلوا بقى المواطن المصري يروح يزرع بقى الكانتالوب ويزرع الفراوله ويزرع، ما الفراوله ممتازه يعني، اقصد يزرع حاجات يعني. حتى الرز قال لك لا ممنوع زراعه الرز عشان ده بيستهلك المياه كثيره. طب ما القطن، ما تدعم القطن. يعني المشكله انت عندما تجد يعني تقعد تفكر كده، يعني احنا دايما نقول ايه، ان القذافي فكره والفكره لا تموت. نعم. عندما نتذكر القذافي يعني فعلا نتذكر القذافي ونتذكر عبد الفتاح السيسي، الفكره لا تموت. يعني فعلا قارن الاثنين هتلاقيهم مدرسه واحده. يعني الواحد يتخيل ان يعني ثبت اركانك يا راجل، يا راجل اعمل حاجه كويسه، يعني اعمل حاجه خلي الناس تقول لك ربنا يبارك لك. وبالمناسبه هو بدا يتحدث وكانه بلسان القذافي عندما يقول اليوم بانه ليس رئيسا لمصر وانما هو قائد لمصر. على كل حال يعني وكان هناك سياسه ممنهجه لتدمير مصر واقتصادها وإجاعة الشعب المصري، لمصلحة من هذا؟ هذا السؤال الأساس، لمصلحة من؟ دائما يقولون أن ثورة الجياع، ثورة الجياع، ثورة الجياع. دائما في مصر يتكلم أن الشعب المصري، عبد الفتاح السيسي اللي بيقول لك لم يجد أحد يحن عليه. وجدنا عبد الفتاح السيسي يعمل اللي متعملش في الشعب المصري. حتى النهارده وزير التربيه او التعليم العالي بيقول لك ان الجامعات دي ممكن احنا نخليها نلغي الدعم للتعليم العالي. يعني ايه يا استاذ نلغي الدعم للتعليم العالي؟ هنخليه نظام المنح اللي هي موجوده في اوروبا وامريكا. يعني الطالب اللي هيجيب درجات عاليه ندوله منح. طب والطالب اللي هيجيب درجات بسيطه يعني نعمل له ايه؟ نرميه فيش ما نعلموش يعني؟ لا، ده خلاص هو نظام ومنهج. يعني هو وجد عمله ايه؟ اعطوا يعني ايه؟ قال لك ايه؟ يعني يدوا الشعب المصري على دماغه فقبل. رفعوا الاسعار قبل، رفعوا الدعم قبل، رفعوا كذا قبل. هو منتظرين ان الشعب المصري يعني يرقع. الشعب المصري لن يرقع، الشعب المصري الحر المطالب بالحريه يرفض هذه السياسات. الشعب المصري الذي نزل في 25 يناير التي ان شاء الله سوف تكون 25 يناير 2015، هي بدايه الثوره الحقيقيه وهي بدايه النصر باذن الله من عند الله سبحانه وتعالى. هو لم ينسى، لم يتعلم من التاريخ. عبد الفتاح السيسي لم يتعلم من عبد الناصر، لم يتعلم من ماذا حدث للسادات، لم يتعلم من ماذا حدث لمبارك. للاسف الشديد هؤلاء هم يعني مجموعه من الناس. لا يعني ربنا سبحانه وتعالى لما نقول لك ان الغباء ده هبه من عند الله سبحانه وتعالى يمنحها لمن يشاء، فعلا الله سبحانه وتعالى رزقنا بعفة. انا بحمد ربنا اللي من قام بهذا الانقلاب هو عبد الفتاح السيسي، لانه فعلا فعلا يعني بيدينا الامثله في مثال ان القائد اللي يجلب كل الحاجات تخلي المعارضين ليه يعني يقول لك الحمد لله. ده ايه ده؟ ايه يعني يفضح نفسه. وكذلك يعني ادعو الله سبحانه وتعالى ان ينتقم من الظالمين، ينتقم من كل واحد سلب وهتك وقتل وسجن
كل مواطن مصري، الشعب المصري لم يرى في تاريخه الحديث ولا القديم ما رأى في عهد عبد الفتاح السيسي من قتل وتشريد ومذابح ومجازر. يعني للأسف شديد والسياسيات، عندما ننظر إلى هذا الموقف وهذا الرجل نجد أن الرجل يعني صعب، يعني الرجل لم تأتي به مصر. يعني بيقول لك في مصر عندنا مثل يقول لك ما جبتوش ولادة، لا فعلا ما جبتوش ولادة، لانه فعلا ما يملكه عبد الفتاح السيسي من مقدرات وما يملكه عبد الفتاح السيسي من 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 من, من اذى للشعب المصري لم ياتي له برئيس، يعني عمره ما رئيس جه في مصر او حاكم لا في التاريخ القديم ولا الحديث. نعم. طيب يعني ليله امس حدث تفجير في احدى الكنائس في المنيا. الحقيقة العجيب في الموضوع أن شهود عيان تحدثوا عن وجود أو مسؤولية رجل أمن عن مثل هذا التفجير. هل تعتقد أن هذه النظرية صحيحة؟ ولماذا يقوم رجل أمن بتفجير كنيسة؟ أولا عندما نذكر التفجيرات ودور الأمن في إحداث البلبلة في الشارع المصري، دائما وأبدا نذكر أن اليوم هو 6 يناير 2011، 2015 هو الذكرى الرابعة لوفاة سيد بلال رحمة الله عليه. الشهيد سيد بلال هو مواطن مصري، شاب مصري كان يتبع سلفي، وبالمناسبة هو تبع يعني كان له علاقة بياسر برهامي. للأسف سيد بلال مواطن مصري بسيط 30 سنة، أب لطفل أو طفلين، كان يعمل في أعمال حرة، وللأسف شديد أمن الدولة جه خده يوم 4/1/2011، تعالى يا سيد إحنا عايزينك، اللي هو الضابط اسمه محمد الحبشي حاجة زي كده، تعالى يا سيد إحنا عايزينك. راح لهم سيد يوم 4، يوم 6 اتصلوا بالمستشفى أو مركز صحي كده، اتصل بأهل سيد، قالوا أنت أهل سيد، أيوه تعالوا خدوا ابنكم جثة هامدة. هذا هو سيد بلال الذي اتهموه بأنه هو مسبب تفجيرات كنيسة القديسين. نعم. كنيسة القديسين التي مات فيها كثير من الأقباط، للأسف شديد اتضح فيما بعد أن من قام بعملية هذه العملية هو حبيب العدلي ورجال أمن الدولة. اتهموا فيها سيد بلال وقاموا بتعذيبه تعذيبا، حتى يجد يعني اصدقائه والناس اللي كانوا معاه في نفس الغرفه او كده، فبيقول لك كنا احنا معصومين لعينه، ولكن كان يصرخ ارحموني هموت عايز اصلي ارحموني، ما فيش رحمه، وما تعذيب تعذيب لغايه لما الراجل مات. هذا هو خلال 4 سنوات النهارده على طريق استشهاده رحمة الله عليه، نتيجة التعذيب، نتيجة القهر، نتيجة يعني احنا ما نجده في احداث كثيرة جدا، احداث كرداسة، من قام بقتل اللواء الفراج، ما الذي قتل اللواء الفراج؟ الطبيب الدكتور هشام عبد الحميد مدير الطب الشرعي في مصر قال لك الرصاصة بنجيها من مكان قريب، ولما ضغط عليه قال لك لا هي ممكن توصل من 45 سم ل 20 متر، واتهموا فيها ودوا 23 واحد بأحكام إعدام في احداث كرداسه. نعم. للاسف شديد يا استاذ، هو منهج عند الداخليه وعند الانقلابيين هو احداث نوع من انواع للاسف شديد البلبله والظلم للشعب المصري. عندما نتحدث عن الامن الوطني نجد ان الامن الوطني يقوم باخطاف الطلاب اخطاف قسري، يعني في كذا طالبين، الطالب محمود حمدان من جامعه من ثالثه علوم اسيوط تم اخطافه من يوم 30/12 ولم يحصل له اهله على شيء. الطالب عبد الله علاء تم اخطافه قسريا كذلك من في نفس التاريخ ولم يحصلوا عليه. السجن العزولي في اسماعيليه يشكو من يعني يئن من الام الشباب، خير الشباب مصر في سجن العقرب، في سجن الغزولي. هذه الايام يا استاذ زياد ايام برد في مصر، اليوم يعني برد جدا في مصر وزعابيب، يعني لا تتخيل يعني التعذيب في مصر خاصه هذه الايام للمعتقلين، قرابه 40,000 معتقل في السجون المصريه، السجون المصريه مليئه بالمظلومين، مليئه بالناس البريئه، ولكن للاسف الشديد يعني مع هذا الجو البارد جدا ماذا تقوم من القوات الانقلاب بفعله؟ يقطعوا المياه بالليل ويفتحوها الصباح مع الفجر، وتكون المياه في عز التلج، ويجبروا المساجين او المعتقلين على الاستحمام
او على الغسل لانهم عايزين يصلوا الفجر او ولكن هذا لن يثني الثوار والمعتقلين عن الرسائل التي تاتي الينا من المعتقلين داخل المعتقلات. اثبتوا نحن ثابتون، نحن ثابتون، اثبتوا نحن نصر قريب باذن الله. هذا هو حال المعتقلين في مصر. نعم، يعني الحقيقه صحيفه اليوم السابع في شهر يناير عام 2011 نشرت تقريرا وأتت به يعني بدلائل وأثباتات على أنه العملية في ذلك الوقت في كنيسة القديسين كانت بأوامر من العادلي مباشرة من العادلي. نعم، والوثائق صاحبتها بالوثائق، يعني هناك وثيقة رقم 77 صادرة بتاريخ 2 ديسمبر 2010 بأوامر بالقيام بهذه العملية بكنيسة القديسين. على كل حال سأتابع معك مهندس أحمد سعد، ولكن مشاهدينا أنتقل وإياكم إلى القاهرة وينضم إلي من هناك زياد عبد الرحمن الناشط الميداني. مرحبا بك زياد. بداية حول التفجير الذي وقع بالأمس في القاهرة، هل اتضح مسؤولية من المسؤول عنه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضرتك وتحية للضيف الكريم وللمشاهدين جميعا. يعني هناك في مصر في الفترة الأخيرة حالة من التخبط بالنسبة للمتورطين عن أي عملية تفجيرية أو أي عملية في أي مكان في مصر، مثلا في سيناء، في مطروح، في الواحات. كل هذه العمليات لم نعرف حتى الآن من المتورط فيها، لم تدلي الداخلية بأي بيانات رسمية تثبت تورط أي جهة ما في هذه العملية مثل سابقتها مثل من العمليات السابقة. وهذا التخبط بالفعل يعني هو حال مصر في الفترة الأخيرة وفي العام والنصف الماضي منذ أحداث الثالث من يوليو. نعم، يعني البعض قارن، وضيفي الآن هنا في الاستوديو قارن بين هذا التفجير وبين تفجير كنيسة القديسين، وقال بأن الأنظمة دائما القمعية تحاول أو تقوم تكون هي خلف مثل هذه العمليات. بالفعل يعني أمس كانت هناك مداخلة من أحد الشخصيات مع قناة فضائية مصرية، وأخبرهم أنه أحد أفراد المخابرات وأنه هناك اتفاق بين مجموعة من المسؤولين في مصر على عدة تفجيرات تصاحب الفترة ما قبل 25 يناير، إلا أن هذه التصريحات لم يتسنى لنا التأكد من صحتها، إلا أن التفجيرات الذي حدث يعني ربما يكون مؤشر لهذه التصريحات لصحتها، ويجعلنا يعني نحذر من الفترة القادمة من وجود مثل هذه التفجيرات مرة أخرى. بالفعل يعني كما قال الضيف الكريم عن حادث كنيسة القديسين، بالفعل يعني هذا الحادث الذي تم إلقاء التهمة فيه على العديد من الجهات مثل حماس أو أنصار بيت المقدس أو ثم في الأخير اتضح أن حبيب العدلي متورط في هذا الحادث. ربما هذا الحادث أيضا ربما يكون هناك تورط لجهات مسؤولة، وربما يكون يعني لا يعني لا نحن لسنا متأكدين من شيء، وهذا هو الحال. يعني حتى الدولة نفسها ليست متأكدة من شيء، يعني لا وجود لتصريحات، لا وجود لتحقيقات توضح لنا من الفاعل في كل هذه الأحداث. طيب كيف هي الأجواء لديك في القاهرة ونحن على أبواب الذكرى الرابعة لثورة يناير؟ والله بالفعل يعني رغم هذه الأجواء الشديدة البرودة والطقس السيء والرياح والأمطار المتواجدة في القاهرة في المحافظات وخصوصا محافظة الوجه البحري، إلا أننا يعني نشاهد الفعاليات والمسيرات تخرج في كل مكان كالعادة. يعني لم تتوقف المسيرات، لم تتوقف المظاهرات. يعني رغم هذا الجو، يعني هذا الجو ربما يبشر بانخفاض معدل المظاهرات، لكن هذا لم يحدث. خرج الناس ويعلنون أنهم مستمرون في حركتهم الثورية حتى ذكرى 25 يناير بشكل متصاعد رغم هذه الأجواء.
نعم، زياد عبد الرحمن الناشط الميداني كنت معي من القاهرة، أشكرك جزيلا على هذه المشاركة. إذا مهندس أحمد سعد، يعني ملاحظة هامة، ربما مثل هذه العمليات التفجيرات هي محاولة لخلخلة الصفوف، لخلخلة الأوضاع، ونحن على أبواب ذكرى يناير. هل هو مخطط إذا من الانقلاب؟ دائما وأبدا الانقلاب العسكري والأجهزة الأمنية في مصر دائما تخلق فزعة الخوف والرعب لدى الشعب المواطن المصري، دائما وابدا تجد مبرراتها في ان هي تقوم بعمل عمليات تفجيرات هنا وتفجيرات هنا وتفجيرات هنا، وتقوم في النهايه بان التفجيرات ما هي الا فبركه اعلاميه. يعني للاسف الشديد النهارده يعني كنا سمعنا ان في واحد في الطلبيه ضابط شرطه مات في الطلبيه، وكان يقوم هو بيقوم بيقولوا ان هو كان بيقوم بتفكيك عبوه ناسفه. انا بس يعني بسال القوات يعني القائمين على جهاز الامن المصري، يعني أليس فيكم رجل رشيد؟ يعني كل هذه الأموال الطائلة التي تأتيكم من هنا وهناك ولم تستطيعوا أن تضربوا رجالكم على تفكيك عبوة ناسفة بدون أن يقتلوا؟ يعني النهاردة واحد مات من 3-4 أشهر برضك، واحد مات وهو بيفكك عبوة ناسفة في تفجير الشهير بتاع جامعة القاهرة، اللي هم كانوا أصلا هم اللي عاملينه. للأسف الشديد يعني هل هو يعني رخيص عليهم أنهم يضحوا برجل شرطة في مقابل أنهم يعملوا عملية؟ يعني للأسف الشديد عقليات، يعني هم في أسف الحين أنهم يجروا على الناس، يعذبوا الناس، يدربوا رجالته، دربوا الرجاله تعبكوا على فعلا. لو احنا عايزين، انا مواطن مصر، انا عايز راجل شرطه قوي يدافع عن مصر، راجل شرطه يحقق العدل في مصر، راجل جيش يحقق العدل في مصر ويحافظ على حدودنا. ولكن ان يتم بهذه التفجيرات وهذه الاشياء التي يعني تجلب العار للشعب المصري، للاسف الشديد يا استاذ زياد المصريين في حاجه الى الامن، ولكن هو الانقلاب العسكري فاهم هذه الوضع من ايام مبارك الى اليوم. فالساحة اصل مفيش عيش، مفيش، خلوا الناس كلها همها الاول والاخير انا عايز اخد بالي من عيالي، انا ماليش دعوه باي حاجه، انا اسيب الدنيا. لا ازاي بقى؟ ما هو اللي مش هيجي لك النهارده يجي لك بكره. يعني هو الانقلاب ما بيقفش عند حد. احنا وجدنا راجل في المطريه يوم الجمعه الماضيه تم قتله وهو في شقته في البلكونه، ومراته طالعه بتقول ده هو كان مؤيد للسيسي وفرحان بالسيسي، وبيقول لكم ده السيسي هيظبط البلد، اهو ظبط جوزك اهو. للأسف الشديد نحن يعني يحزننا أن يكون مقتل أي مواطن مصري، إذا كان شرطة، إذا كان جيش، إذا كان مواطن مصري، مسلم، مسيحي، كلهم مصريين، دماء المصري كلهم حرام. نعم. ولكن عندما يكون قائد الانقلاب بقتل رجالته فهذا هو العيب. يعني ولكن أنت تنفي إذن وجود، يعني كلنا يعلم أن هناك جماعات مثل بيت أنصار بيت المقدس وغيرها تقوم بمثل هذه العمليات. أنا لا أعرف بيت المقدس، أنا اللي أعرفه كله إعلام بيت المقدس، أنا اللي أعرفه كله إن الحاجات كلها بتيجي في التلفزيون، أنا طلعوا لنا كده زعيم بيت المقدس، طلعوا لنا واحد يقول لك أنا تبع بيت المقدس، إنما هم للأسف الشديد الداخلية بتعمل إيه؟ بتمسك الشاب من دول أو الراجل من دول، تموته من الضرب، تعدمه من الضرب، لغاية لما يقول أيوه أنا زعيم تنظيم القاعدة في العالم، أنا أوباما نفسه، أنا كذا، لدرجة ممكن يخلوا لك انا بحليم حافظ مثلا. انا اقصد اقول لك يعني للاسف الشديد هم يجعلون المواطن المصري دائما يمسكوا الشاب من دولت، يعني تعذيب تعذيب تعذيب، وما سيد بلال ببعيد. يعني للاسف يعني هذا هو النظام المصري. نعم، يعني على كل حال الأمور معقدة، ربما لها علاقة بدعوة السيسي منذ أيام للثورة الدينية، ربما أسس لها من خلال هذه الأعمال وإظهار تسميات بيت المقدس وغيرها. على كل حال سأتابع معك مهندس أحمد سعد، ولكن مشاهدينا بعد فاصل قصير تابعونا. بنادي على كل واحد في مصر، إذا يا أنا لكل بيت مش لقصر.
بلدنا في محنة نظامها ذبحنا، بلدنا في محنة نظامها ذبحنا، واجبنا احنا نصونك يا مصر، مبادي على كل واحد في مصر، بداية أمل كل بيت مش لقصر. بلدنا في محنة نظامها ذبحنا، بلدنا في محنة نظامها ذبحنا، واجبنا احنا نصونك يا مصر. بنادي على كل عامل هناك في وسط المداخن وسط الهلاك، بنادي على كل عامل هناك في وسط المداخن في وسط الهلاك، في خيره بيبني لغيره ملهوش في خيره وصابر، وايه بس اخرك يا صم. بلدنا في محنة نظامها ذبحنا، بلدنا في محنة نظامها ذبحنا، واجبنا احنا نسولك يا مصر، منادي على كل واحد في مصر، بداية امل كل بيت مش لقصر، بنادي على كل واحد في مصر، بداية أنا لكل بيت مش لقصر. بلدنا في محنة نظامها ذبحنا، بلدنا في محنة نظامها ذبحنا، واجبنا احنا نسولك يا مصر. بنادي على الورشجية الصغار ودول مسروقين من سمسرة كبار، بنادي على الورشجية الصغار ودول مسروقين من سمسرة كبار، هتخرب بيوتكم فلوس أمريكاني، هتخرب بيوتكم فلوس أمريكاني، مع الخصخصة جت مصيبة لمصر. بلدنا في محنة نظامها ذبحنا، بلدنا في محنة نظامها ذبحنا، واجبنا احنا نسولك يا مصر، منادي على كل واحد في مصر، بداية أمل كل بيت مش لقصر، منادي على كل واحد في مصر، بداية أمل كل بيت مش لقصر. بلدنا في محنة نظامها ذبحنا، بلدنا في محنة نظامها ذبحنا، واجبنا احنا نسولك يا مصر. بنادي على ريف بلدنا الحزين واقول له يا اسمر بلاش الانين، بنادي على ريف بلدنا الحزين واقول له يا اسمر بلاش الانين، اه ناضل وكافح لطول السنين، ناضل وكافح لطول السنين، مصري هتخضر مصر. بلدنا في محنة نظامها ذبحنا، بلدنا في محنة نظامها ذبحنا، واجبنا احنا نسولك يا مصر، منادي على كل واحد في مصر، بداية أمل كل بيت مش لقصر، منادي على كل واحد في مصر، بداية أمل كل لأصر. بلدنا في محنة نظامها ذبحنا، بلدنا في محنة نظامها ذبحنا، واجبنا احنا نسولك يا مصر. أهلا بكم من جديد مشاهدينا في نافذة على مصر، وأجدد ترحيب بضيفي في الاستوديو المهندس أحمد سعد الناشط السياسي المصري. مرحبا بك من جديد مهندس أحمد. يعني كنا تحدثنا قبل الفاصل حول التفجيرات الكنيسة وما قيل أو والبيت المقدس ومحاولة إظهار هذا الإسلام الفاشي من خلال الحديث عن داعش وغير داعش. الحقيقة قبل أيام محمد حسنين هيكل دعا السيسي إلى ثورة على الدولة،
فالسيسي خرج منذ أيام في ذكرى المولد النبوي الشريف ودعا إلى ثورة دينية، هل هذه الثورة المطلوبة؟ أولا ما قال عبد الفتاح السيسي بعض العلماء وبعض الأئمة وبعض الشيوخ أطلق عليه لفظ مرتد للأسف الشديد. هو أنا لست شيخا ولست عالما، لا أستطيع أن أفتي بهذا يعني، ولكن ما قام به عبد الفتاح السيسي هو خارج عن الحدود للأسف الشديد. عندما يتحدث أن هناك 1.7 ولا 1.8 مليار مسلم يريدوا أن يقتصوا من بقية 7 مليار اللي هم على الكرة الأرضية ويموتوهم كلهم عشان هم يعيشوا، فلم يقل هذه المقولة لا محب ولا كاره للإسلام، لم يقولها أي شيء أي فرد في التاريخ الحديث ولا القديم. نعم. إن المسلمين 1.6 مليار عايزين يموتوا بقية 7 مليار عشان هم يعيشوا، مين اللي قال كده؟ ننظر إلى المجازر التي حدثت في التاريخ الحديث قبل القديم، منذ أن قامت الثورة الحملة الصليبية على بيت المقدس وعلى الشرق قامت بمذابح. نتحدث على الحديث وما كسوفة ببعيد وما يعني البلقان حرب البلقان ببعيد وما قامت به الحديث أفريقيا الوسطى بتذبيح المسلمين واستقبال عبد الفتاح السيسي لرئيس أفريقيا الوسطى وهو قام بزيارة أفريقيا الوسطى وما قام به في بورما بقتل المسلمين، هذه هي مجازر المسلمين، المسلمين يقتلون وليس المسلمين هم المفعول بهم. للأسف الشديد نرى في الحرب العالمية الأولى من قام بها أليس هم المسلمون؟ ليس. نعم. من قامت به الحرب العالمية الثانية ليس المسلمين، من قام بجذب الأفريكان من أفريقيا ودفعهم بالألفات إلى أمريكا كعبيد. كعبيد هم المسلمون؟ ليس هم المسلمون، ولكن عبد الفتاح السيسي يتحدث بما هو خارج عن المنطق، ليس لا يوجد لا. عندما تستمع إلى عبد الفتاح السيسي فأنت تستمع إلى خارج المنطق، لا يوجد منطق في الكلام. عندما يتحدث أن هو جاي عشان يصحح من آلاف السنين أو مئات السنين مفهوم وعقيدة وراسخة، يعني بتكلم في إيه؟ أنت بتكلم في إيه؟ أنت بتكلم في ثوابت؟ أنت عايز تغير القرآن الكريم؟ هل عايز تغير في السنة النبوية؟ نحن مسلمون ملتزمون بالسنة النبوية والقرآن الكريم، القرآن هو كتابنا والسنة النبوية وهي دستورنا. لكن ولا شيء لا شيء عندما يتحدث عبد الفتاح السيسي عندما يريد، وللاسف الشديد يا استاذ زياد انظر الى عبد الفتاح السيسي عندما يتكلم عليه ان يتكلم بما يشاء، هو ليس في موضع ان يتكلم بما يشاء، ولكن انظر الى من جالسين، الجالسين هم شيوخ علماء للاسف الشديد، ولكن علماء السلطه والسلطان، علماء لا 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 ليس لا يجرؤ واحد فيهم ان يقول لعبد الفتاح السيسي انت مخطئ، قف. كان يستطيع عبد الفتاح السيسي ان يقول هذا الكلام في حضوره مثلا الشيخ شعراوي رحمه الله عليه، لا كان يستطيع ان يقول هذا الكلام في مشايخ الازهر والشرفاء الاوائل، لم يكن يستطيع، حتى الدكتور الاستاذ عبد الحليم محمود لم يكن. ولكن ننظر الى نظره اخرى، عندما قامت منذ سنوات قليله رحمه الله عليه، يعني اذا كان هو بين ايد الله، محمد سيد الطاهر مفتي مصر او شيخ الازهر السابق، عندما قام وخلع النقاب عن الفتاه والطالبه في الاعداديه وقال لها ما لو كنت حلوه كنت عملت ايه؟ انا الغرب هي في فرنسا، انا واحد قالها لي شخصيا، واحد قال لي اسكاني الشيخ بتاعكم الكبير ها قال لي البنت عندكم في النقاب. فتخيل حضرتك يعني بأيدينا وليس بأيديهم. هذا كان سؤالي الحقيقة، يعني يأتي كلام السيسي اليوم في ظل ظهور الإسلاموفوبيا من جديد في الغرب، نحن نشهد حرق أو دعوات لحرق في المساجد في السويد، في ألمانيا، في العديد من الدول الأوروبية. يعني هل يؤخذ من السيسي، هل السيسي يضع مبررات لمثل هذه الأعمال؟ أكيد. أنا قلت لحضرتك القذافي فكرة والفكرة لن تموت، عبد الفتاح السيسي فكرة والفكرة لن تموت، كل ما يأتي بيقوم به عبد الفتاح السيسي يعني الغرب يأخذ من أفكارها. يعني أنا بستعجب، يعني هو الرجل ده هو جاي يخرب على المسلمين؟ الرجل ده لم يكفيه قتل المسلمين في مصر وفي تعذيبهم وتسجنهم وقتلهم ونسائنا وأطفالنا وبيوتنا، يعني لم يكفيه هذا؟ بل إن هو يحرض على المسلمين في العالم عندما يقول إن المسلمين في العالم ما قالش مثلا 1000، ما قالش 2000، يعني حتى معظم الدول عندما تعرف الإرهاب وتقول المسلمين يقولك لا
ستوب. حتى بوش بعد احداث سبتمبر لم يستطع ان يقول لا مسلمين انا انا بقول مثلا القاعده مثلا هو كده، ولكن عبد الفتاح السيسي يقول لك واحد طب انت منهم بقى ان شاء الله، ما انت مش مسلم ولا انت مش مسلم، يعني انت انت بتتهم نفسك انت ارهابي يعني، يعني انا بقول عبد الفتاح السيسي يعني انت انت بتقول ان المسلمين واحد انت حضرتك يعني مش مسلم، هل انت ارهابي؟ هل والدك والدتك اخواتك ارهابيين؟ ما هم مش مسلمين كذلك؟ هل الناس اللي قاعدين قدامك دول كلهم مش مسلمين؟ ما يعني واحد فيهم يقول لا يا ريس انا مش شبحهم، انا انا مسلم بس مش ارهابي. لا هو قال لك 1.6 من كلهم مسلمين، المسلمين عايزين يدبحوا بيت العالم. فهي يا استاذ نعم. يعني هذا منطق يعني لا منطق له. نعم يعني الحقيقه والكثير من الصحف العالميه في اوروبا والولايات المتحده وصحف اسرائيليه تلقفت كلام السيسي وبدات ب يعني الاستشهاد به على إجرام المسلمين وإرهاب المسلمين. على كل حال يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني الانتخابات البرلمانية المقبلة الحقيقة أنا تفاجأت بأن حمدين صباحي فجأة ظهر أخيرا، يجب أن نعمل له حفلة ربما، ورفض المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة لأن الشروط السياسية كما قال والاستقطاب لا يفيدان أو لا يصلحان في هذه الانتخابات. وهناك البعض من شكك في نتائج هذه الانتخابات، هل تراها ستحدث فعلا؟ أولا كابوس لعبد الفتاح السيسي أن يحدث الانتخابات البرلمانية، هي لن تحدث إن شاء الله، لأن عبد الفتاح السيسي سوف يسقط هو هذا النظام بأيدينا إن شاء الله، يعني إن شاء الله قبل أن تحدث هذه الانتخابات. عندما نقول الانتخابات بالدستور العسكر ان المجلس ان الدستور العسكر عندما اتى بهذا الدستور قال لك ان مجلس الشعب القادم او مجلس النواب القادم هو الذي سوف يحكم، والرئيس هيكون رئيس يعني واجهه يعني. نعم. فعبد الفتاح السيسي فرعون مصر الديكتاتور مصر تريد ان يكون شخص عادي؟ لا يستطيع. يعني فتح السيسي لن يسمح بحدوث هذه الانتخابات، واذا سمح بحدوث هذه الانتخابات سوف تكون كالكومبارس زي اللي قاعدين قدامه كده في الحفله بتاعه او الاحتفال بالمولد النبوي. للاسف الشديد هو لن يقبل بان يكون هناك ديمقراطيه في مصر، لانه هو من قام بقتل الديمقراطيه في مصر، هو من قام بالقضاء على الشرعيه في مصر. فتح السيسي لن يجرؤ ان يقوم بهذه الانتخابات. واذا حدث هذه الانتخابات نجد ان احمد عز ما شاء الله بيقول لك انا رئيس مجلس الشعب القادم، كان بيقول لك عدلي منصور عايز يكون رئيس على مجلس الشعب القادم، الجنزوري بسم الله ما شاء الله عادل. ايه ده احنا في ثوره 25 يناير قلنا جبنا وغيرنا وعملنا، احنا ما عملناش ثوره لغايه دلوقتي. الثوره لسه لم تاتي في مصر، الثوره عندما تاتي سوف تاتي بهؤلاء جميعا على رؤوس الاشد، سوف محاكمات ثوريه عادله وليست كما يفعلون معنا الان عادله. من أجرم في حق الشعب المصري سوف نقتص منه، وهذا هو وعدنا وهذا هو عهدنا مع الله سبحانه وتعالى. يعني وجوه الفساد والإجرام في عهد مبارك عادت جميعها إلى الواجهة، لم يتغير شيء، لم يتغير إلا السيسي. إلا السيسي، لا ده السيسي كان موجود بس كان مختفي شوية، كان لسه كان لسه صغير يعني، هو كان دوره لسه صغير يعني. ممكن بكرة يطلع مبارك، يعني مبارك لما ياخد براءة وحبيب العدل ده بعض الناس قال لك يا حبيب العدل تعالى اقعد امسك لنا شهرين البلد هتظبطها، ده انت كده يعني في بلغه المصري يقول لك انت كده يعني انت ايه 100 يعني، يعني انت هتظبط الدنيا. هو للاسف الشديد هم يعني عبيد يتمنون تحسين اوجه العبوديه، يعني دايما العبيد دايما يقول لك ايه انا مش عايز حريه، انا لا انا أكبر لا انا عايز ايه لو سمحت ما تضربنيش جامد، اضربني إيه يعني مره واحده في اليوم بس بالظبط بشويش. يا اخي انت يعني خلي عندك كرامه يا اخي، خلي عندك يعني نخوه، حافظ على اخواتك بناتك واخواتك اللي في السجون دي. النهارده 6 بنات في جامعه المنصوره يتم تجديد الحبس لهم 15 يوم، ومين اللي مبلغ عنهم؟ العبيد هو اللي مبلغ عنهم ومتصل بالامن. 6 بنات زي ولادك تتصل ليه؟ عشان يقول لك انت حكم العسكر باطل؟ ليه يعني؟ هل هو ده سبب؟ سبب ان انت تموتني شابين امبارح في السويس يتم قتلهم بالشرطه؟ ليه؟ طب اضرب في اي حته، اضرب في الهواء. ليه يقول لك اصل ما وقفوش؟ احنا طلبنا انهم يقفوا وما وقفوش، راحوا ضاربين وفي الدماغ، مش في اي حته، في الدماغ. شاب احمد سعودي بيقول لك كان بطل مصر في بطل الجمهوريه في المصارعه بتاع ومجند في الجيش حاليا، واخوه محمد شاب لسه في المرحله الثانويه.
طب يعني انا مش عايز، انا عايز افهم هل احنا في دوله ولا في حتى يعني أسوأ الدول، اسرائيل ما بتعملش كده، الكيان الصهيوني ما بيعملش كده. نعم. يعني الكيان الصهيوني يعني، انما للاسف شديد يوميا جرحى، مصابين، قصر متعذيب. للاسف احنا ليس في دوله، هي في احنا فعلا تحت عصابه. نعم. طيب عود على بدء، نحن بدأنا بزيارة السيسي إلى الكويت يحاول أن يستقطب الدعم والاعتراف، وإذا بنا نشهد بأن العلاقات بينه أو بين نظام الانقلاب في مصر وبين المغرب تتدهور فجأة، لماذا برأيك؟ أولا يجب أن ننظر إلى الوراء قليلا، يعني منذ سنوات عدة وسنوات كثيرة من أيام عبد الناصر والملك الحسن كان لسه شاب صغير، كان هناك في مناوشات ما بين مصر والمغرب. نعم. كانت مصر كان في حرب اسمها حرب الرمال في سنة 63 ما بين الجزائر والمغرب. وحرب الرمال دي استمرت، وكانت مصر للأسف الشديد داعمة للجزائر بقوة، حتى ان هم بيقولوا ان هم بعتوا حوالي 1000 مخاطب مصري. نعم. لدعم الجزائر في حربها ضد المغرب. فطبعا المغرب لم ينسى هذه، وتمت مقاطعة، يعني تمت توقيع بين مصر والمغرب لسنوات عدة يعني، وحتى في يقال ان الملك الحسن الثاني يعني حصل شد وجذب بينه وعبد الناصر، فقال لك انا ادعو عبد الناصر لزيارة المغرب، حتى عبد الناصر راح زار المغرب بيقول لك حرب او عزومة الديك الرومي يعني. كان بيقول لك ان الملك الحسن عزم عبد الناصر في عزومة كده فجاب له ديك رومي، فقال له انت فبالشوكه والسكينه يعني، فعبد الناصر ما بيعرفش ياكل الديك الرومي بالشوكه والسكينه، فالملك الحسن بيضحك على عبد الناصر بيقول له اللي يا ريس مش عارف تاكل الديك الرومي، امال ازاي عملت انقلاب على الملك فاروق. فهو ده للاسف علاقات منذ الازل، مصر دائما تبحث عن الجزائر، الجزائر الغاز الجزائري هو المرصد والهدف لعبد الفتاح السيسي. اول زياره اقوم بها عبد الفتاح السيسي كانت للخارج، كانت للجزائر مع بوتفليقه. ليه؟ عشان عايزين غاز للغاز، لمشكلة الغاز اللي كانت موجودة في مصر، والثورة الليبية كذلك. نعم. وبالتالي البوليساريو والصحراء الغربية، حتى في بعض الناس يقول لك الصحراء هي بيقول عليها الصحراء المغربية. نعم. ولكن هم يقول لك لا الصحراء الغربية، وبالتالي هم يدعو في الخفاء إلى دعم وانفصال البوليساريو عن المغرب. وبالتالي احنا عندما نجد الإعلام المغربي القناة الأولى والقناة الثانية تقول على هذا الانقلاب، على فتح السيسي وقائد الانقلاب، وتبعث رسائل إلى النظام المصري ما تمشوش وخلوا شوية كده نلعب سياسة شوية وهدوا اللعب شوية عشان ما نقلبش الدنيا عليكم. هو ده النظام يعني، حتى النظام المغربي أو المغرب نفسها ما طلعتش أي بيان عن هذا الكلام، ولكن تركت الإعلام المغربي ليتداول الأمر مع فتح السيسي ونظامه. ماذا فعل يعني عفتاح السيسي؟ عفتاح السيسي يذهب إلى الجزائر لمعاداة المغرب. وماذا يفعل؟ يعني أنت كل شوية تبوظ علاقتك بدولة عشان تستفيد منها، هناخد هنا 2 مليار، هناخد شوية غاز من هنا، هناخد شوية هنشحط يعني احنا مثلا دور استراتيجية بجد يعني يا أستاذ زياد، احنا في مأساة. عندما مصر تحتفل امبارح والأول امبارح بوصول كميات من البطاطين المستعملة من دول الخليج، أليس هو حال هذا هو حال مصر؟ نعم. يعني الحقيقة هناك عدة فرضيات محتملة لهذا التوتر المفاجئ. البعض قال بسبب مثل ما تفضلت التقارب المصري الجزائري مؤخرا، زيارة وفد مصر من الانقلاب إلى الجزائر، فيما فرضية أخرى تقول بسبب التقارب أو محاولات قيادات من جماعة إخوان مصر تحريض إخوان المغرب على افتعال أزمة مع مصر، فيما يتحدث آخرون عن أن السبب هو نتيجة هجوم الإعلام المصري على الملك المغربي محمد السادس بسبب زيارته العائلية لتركيا واحتفاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان به. ولكن أنا يعني الحقيقة لفتني بأن هذا التوتر المفاجئ في العلاقات بين مصر والمغرب جاء بعد تصريحات لضاحي خلفان مباشرة عندما تنبأ كالعراف بسقوط إخوان المغرب خلال عام، وبعدها مباشرة توترت العلاقات وكأن ضاحي خلفان هو من يحكم مصر. للأسف الشديد هو هذا هو الحال بالضبط، حكام الخليج هم يحكموا مصر، حكام الخليج هم من يعني
هم الذين يقولون للمصري للنظام المصري افعل ولا تفعل، قم ولا تقول، اتبع هذه السياسه ولا تتبع هذه السياسه. فهذه هو الحال بالضبط. يعني ضخ الفرع عندما يتدخل في الشؤون المغربيه ويتهم، وبالمناسبه هو تراجع في هذا الكلام وجاب ورا على طول ان المغرب يعني احرار، الكويت احرار. طب ما الكويت فيها احرار اخوان كتير، ودول الخليج، انا بالمناسبه يا استاذ يعني دول الخليج ما من مدرسين واطباء ومهندسين وعلماء وشيوخ الا ما كانوا من الاخوان المسلمين ذهبوا الى دول الخليج. من قاموا بتعليم الخليج دول الخليج القراءه والكتابه وكيف ياكلون هم الاخوان المسلمين وعلماء الاخوان المسلمين وشيوخ علماء ومدرسين على الاخوان المسلمين. فعندما ينظر ضاح خلفان بلغه المال، عندما تنظر الى الامارات العربيه المتحده وفي هذا اليوم ومأساة الاحتفال براس السنه وهذه الاموال التي نصف مليار دولار بالله عليك كم من طفل مليون دولار. كم من طفل في سوريا يبكي، كم من طفل في سوريا بدون اكل وبدون لبن الاطفال، كم طفل في غزه بدون عراء وفي العراء في هذه الايام، كم ام كم ابن كم اخت، كم في مصر في سوريا في لبنان في جميع انحاء المسلمين، وهو اولئك الناس نص مليار دولار على 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 بذخ. ربنا سبحانه وتعالى والله ربنا سوف ينتقم من هؤلاء الحكام في الدنيا وسوف يرينا فيهم آية، لأن هؤلاء بذخ. عمر رضي الله عنه عندما يعني يبكينا سيدنا عمر، هؤلاء من أين هؤلاء من 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 من, من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تأكل وجارك ولا يعني لا تسمع وجارك جعان، ما تنامش وجارك مش لاقي غطا. حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني بأي منظر، بأي ذمة، بأي دين؟ يعني يا اخواننا في سوريا من غير الشتاء قارس في سوريا والحدود التركية والحدود الأردنية والحدود العراقية بدون غطاء، أطفالنا بدون لبن الأطفال في سوريا وفي فلسطين، حرام. ربنا يفرجها على كل حال. المهندس أحمد سعد الناشط السياسي المصري، أشكرك جزيلا على حضورك معنا، كما أشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة. ألقاكم دائما بخير، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم.